شوفوا مين يذبح مين يذبح مين يعزمه قاوة. أنا وعم كنا على سيرك. يلا يلا ثلاثة حط إيدك على ظهرك. ثلاثة اثنين واحد. شد 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 وياك شد يلا شد 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 هلو شباب، رجعنا لكم حلقة جديدة. اليوم ما عمكم ابو عزاب وعمكم محمد ديمو. اكلنا كم حولنا حلقتنا اليوم، بس كانت هيك مقطع صغير عن كوميديا، لانه تاخرنا عليكم على الفيديو. هذا صورنا هالفيديو بس لحتى نورجيكم لساعتنا وعايشين وما متنا، لساعتنا موجودين، بس عم نفكر مشان الحلقه الثانيه. يعني عم ظبط لكم الحلقه الثانيه لسه لحد هلا عم نشغل على الحلقه الثانيه تبع المسلسل الرعب البيت المسكون. بدها تطلع شيء روعه يعني ان شاء الله. فيه شغل كثير وفيه تعب كثير لحد هلا، تفكير بس عم نشوف شلون نظبط شلون نعمل. اليوم طالع على عنتاب ليوم التنين لحتى ارجع ونبلش بتمثيل البيت المسكون. ومشان قناتنا على اليوتيوب لا تنسوا الاشتراك على القناة، وعلى الفيسبوك لا تنسى اللايك، حط لايك للصفحة، وكل شيء عم يتابعنا على الفيسبوك يا ريت يجي على اليوتيوب، لأنه على الفيسبوك راح نخفف نشر فيديوهات، راح يصير فيديوهاتي كلها على اليوتيوب. اللي بحب يتابعني أول بأول يشوف فيديوهاتي أول بأول يجي على اليوتيوب، لأنه الفيديوهات راح تكون كلها من اليوتيوب، والتعليقات اللي عم نختارها لو خيروك أو الأسئلة أو أي شيء عم ناخذها كلها من اليوتيوب. اللي بحب يتابعنا أكثر ويطلع تعليقاته يجي على اليوتيوب أحسن، لأنه فيسبوك ما عاد ينشر فيديوهات كثير، يمكن هي آخر فيديو على فيسبوك. وراح ننشر منه رايح روابط الفيديوهات، كل ما بينزل حلقه جديده او فيديو جديد راح ننشر رابط على الفيسبوك والفيديو على اليوتيوب. على اليوتيوب وان شاء الله بكره او بعد بكره راح صور فيديو بعينتاب بغازي عينتاب، راح انزل لهونيك يوم الاثنين، راح ارجع على قضنا صور لحالي يعني مو معي. الفيديو القادم ما حيكون معي عمو ابو عزاب، راح يكون لحالي، راح يكون معي اخوي احمد. ما راح نطول عليكم اكثر، بس حبينا نصور هالفيديو لحتى نقول لكم انه انشغلنا شوي وعقلنا شوي افكارنا وقفت يعني. وصار عندنا اشغال واعمال، هذا يلي خلانا نتاخر عليكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناه وحطوا لايك للفيديو. تحياتي لكم، باي.